الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، وذلك من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، لا سيما المعدات والآلات، وذلك في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري الفريق أحمد خالد وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص. أكدت رئاسة الجمهورية أن فوز 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى على قدرة الدولة المصرية على إنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفي مدد زمنية قياسية. كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى العالم لعام 2022، والتي ضمت حوالي 34 مشروعا. فازت مصر ب5 جوائز، منهم عن المشروعات التالية: أفضل مشروع نقل في العالم وهو محطة عدل منصور التبادلية، وأفضل مشروع ثقافي في العالم وهو مركز مصر الثقافي الإسلامية، أفضل مشروع ترميم في العالم وهو تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل، وأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم وهو محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، وأفضل مشروع بيئي في العالم وهو مشروع تطوير كرة توشكا الجنوبية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار، وتهدف الحزمة الجديدة من المساعدات إلى تعزيز دفاع البلاد، وتتضمن بشكل خاص 18 راجمة صواريخ و150 عربة مصفحة و150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة. قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين لن تعترف بنتائج الاستفتاءات في مناطق لوهانسك ودونستيك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية. من جهة أخرى، بحث المستشار الألماني أولاف سولش هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الوضع العسكري والسياسي والاقتصادي في أوكرانيا، بالإضافة إلى إمكانات تقديم المزيد من الدعم بما في ذلك إعادة الأعمار. طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النرويج بتعزيز إجراءاتها للمساهمة في الحد من ارتفاع أسعار الغاز، خاصة بعد أن أصبحت أكبر مورد للغاز في أوروبا. وفي بيان له قال الإيزي إن ماكرون أكد على أهمية جهود أوسلو لزيادة صادراتها وبالتالي المساهمة في تقليل اعتماد أوروبا على المحروقات الروسية. وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى كوريا الجنوبية في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سول، وتأتي غداة إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة. ومن المقرر أن تلتقي هاريس رئيس كوريا الجنوبية، كما ستزور أيضا المنطقة المنزوعة السلاح وشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين. حذر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية من إعصار إيان سيتسبب في أضرار بجميع أنحاء الولاية. وذكر المركز الأمريكي للأعاصير أن إيان دخل الأراضي الأمريكية من جنوب غرب فلوريدا، وهو إعصار من الفئة الرابعة ويتصف بالخطورة، وتسبب بقطع التيار الكهربي عن أكثر من 1 مليون منزل. اصطدمت طائرتا ركاب على مدرج مطار هيثرو في لندن دون أن يسفر الحادث عن إصابات. وقالت متحدثة باسم مطار هيثرو إن خدمات الطوارئ تدخلت إثر حادث بين طائرتين، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ عملت على ضمان سلامة جميع الركاب وأفراد الطواقم. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.